القصص اللي فيها عك بتنتهي بعك. وبمناسبة ان احنا عندنا مكالمة دلوقتي من الشرقية، انا بعتب على اهل الشرقية في حاجة ضايقاني قوي قوي يعني. بعد شوية كده هنشوف الراجل اللي كان بيزعم ان بنته اتخطفت، وبنته طلعت قالت لا انا متجوزة من 2015 وبتاع، وهو قال لك لا دي مبرشمة، وانا قلت لا لا يمكن برضه دي تحت تأثير المخدر بتاع. سمعت ان هما هيجيبوا الولد والبنت ويعملوا لهم فرح ويجوزوهم لبعض رسمي وكده. فبتناقش بقى انا مع الكرو بتاعي الصبح، فبقول لهم ازاي يعني، يعني ايه انا لا قدر الله بنتي تفتح الباب وتخرج وتروح مع واحد وهي مخطوبه لواحد واخده منه دهب ب 17000 جنيه وتطلع على اليوتيوب تقول انها متجوزه من سنتين يعني من وهي عندها 16 سنه، يا هي قاصر يعني بتقيم معاه علاقه من سنتين، وانا كابوها أو لا طب خلاص تعالي حبيبتي اعمل لك فرح احولها لك رسمي. فقالوا لي الستر وبنتك وتستوري عليها. استوري عليها ايه لما يكون واحد غلطان معاها وانا جايه بخلص الموضوع عشان مثلا هي حامل ولا فقدت عذريتها، لكن دي واحده بتقول انا متجوزه ولا احترمت ابوها ولا امها ولا اهل البلد ولا اي حد ولا تقاليد ولا عادات ولا اخلاق ولا اي حاجه، ولا هو احترم ابوها ولا احترم بيتها ولا احترم عيلتها ولا احترم عمده البلد اللي هو فيها ولا عمل اي حاجه ولا احترم خطيبها اللي انا اسفه يعني لبسوه السلطانيه. ويا اهل الشرقيه هتستقبلوه تعملوا له فرح وتدوا له البنت؟ عيب عيب. طب والراجل اللي كان خطيبها منظره ايه في البلد؟ طيب لما تجيبوا الولد كده يكتب على على خطيبته وبتقولوا ايه للبنات؟ بتقولوا لهم يلا اهربوا وروحوا اتجوزوا عرفي وانتوا لسه ما كملتوش سن 18 سنه وتعالوا نقلبها لكم رسمي ونعمل لكم افراح؟ لا. هتقولي امال ايه؟ والله لا. امال ايه ايه؟ امال ايه ايه بالجزمه؟ تتربى وتتقاطع وما تدخلش البلد لما تعرف ان الله حق وتقول انا اسفه على اللي انا عملته وحقك على راسي يا ابويا وتبوس جزمته. والولد عليه قضايا واحكام. ايه ايه ده؟ ايه الحاجات الغريبة دي؟ بتقول انت عندك حتة الراجل وهو بيقول بنتي واتخطفت ومش عارفة ايه. انا رسالة مني ليك، انا لا يعنيني شيء، دي بنتك وانت حر فيها، بس ما تديش رسالة لكل بنات الشرقية ان البنت دي عملت حاجة صح. البنت دي عملت حاجة غلط، وعلى فكرة مش هي اللي غلط، اللي معاها هو اللي غلط. انت عارف لو الموضوع ده في اي حته في العالم ده تشايلد ابيوز، ده خد طفله اغتصبها. دي المفروض لو احنا مديريه امن الشرقيه بتحافظ على امن البلد بجد، دي قضيه اغتصاب طفله. البنت دي تمت 18 سنه من 3 ايام، يعني قبل كده كانت قاصر، كانت طفله، اللي هي لما حد بيجي يعمل جريمه بتقوله تحت السن، مش فاهم مش عارف. لما اتخطفت وحصل كده وحتى عملت عرفي عملت نيله عملت قرف، ده اغتصاب، ده اغتصاب، لان هي ما عندهاش ولا النضج ولا العمر ولا العقل ولا اي حاجه اللي تاخد بيه قرار، ده خطف. انت كنت بتقول بنتي اتخطفت؟ ايوه بنتك اتخطفت. هي طالعه بقى تقول اي هبل او انا مش عارفه ايه او ماشي، عمل لها غسيل مخ وخدها وعمل كده، ده اغتصبها، ده خدها ضحك على واحده وخدها اغتصبها. ناخده ونقول له برافو تعالى برافو يلا هنكتب عليها رسمي ونعمل فرح وننبسط؟ لا لا لا، في حاجه اسمها اخلاق وشرف وعرض ودين وكل حاجه. فليه ما تستوري عليها؟ طب ما هي مستوره، هي مش تقول انا متجوزه؟ اه طب نشوف الفيديو بتاعها وهي مبسوطه قوي وبتقول انا متجوزه. هي فين؟ انا دينا عبد الرحيم ابراهيم، انا مش مخطوفه، انا مشيت مع جوزي وهو متجوزني من 2015 وعقد جواز عرفي وانا مش مخطوفه، وبقول لكل واحد انا مش مخطوفه، انا ماشيه مع جوزي بإرادتي. أنا دينا عبد الرحيم إبراهيم، أنا مش مخطوفة، أنا مشيت مع جوزي وهو متجوزني من 2015 وعقد جواز عرفي وأنا مش مخطوفة، وبقول لكل واحد أنا مش مخطوفة، أنا ماشية مع جوزي بإرادتي.
وبعدين الشيخ صبري عبادة، في يعني خلافات بيني وبين حضرتك كتيرة، بس دي كانت عيب 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 انك تقعد تاخد صف البنت، عيب. مش هقول لك حرام ولا حلال، انا اصغر بي، انا حشره، بس عيب عيب انك تبقى راجل مقتدر وتنتمي للازهر و وتقول ان ده صح. هتقولي لا الستر ونجيبها ونجوز، ما هي متجوزه بتقول لك انا ماشيه ومتجوزه بارادتي. طب بالنسبه للولي يا شيخ صبري عباده، ملهاش ولي؟ ملهاش بيت؟ مفيش حرمه بيت؟ مفيش استئذان؟ مفيش علانيه؟ مفيش اشهار؟ مفيش حاجه خالص؟ تتجوز وهي مخطوبه يا شيخ صبري عباده؟ تتجوز وهي مخطوبه؟ الدين بيقول كده؟ الدين بيقول كده؟ زعلت قوي، زعلت قوي وزعلانه، وعيب عيب على الشرقيه كلها، عيب. وابوها يا عيني، ابوها صعبان عليا قوي، بس ابوها رد، ما اعرفش رضي ازاي. اللي يقول لك خدوا فلوس، فلوس فلوس ايه؟ فلوس ايه اللي تخلي حد يتنازل عن كل ده؟ فلوس ايه؟ ازاي؟ يعني فرقت ايه بقى عرفي ولا دي واحده فتحت الباب وخرجت. انتوا فاكرين امها كانت منهاره ازاي يا جماعه؟ هو انت معاك يا اكرم حته مامتها دي؟ امها كانت منهاره عليها، منهاره، وكبدي وبنتي وحبيبتي وربناكي وكبرناكي ولا عملت ايه لامها ولا لابوها ولا لعمده بلدها ولا لاهلها ولا اي حاجه. صغرت الدنيا كلها وخلت الدنيا كلها بما فيهم انا اتعاطف معاها جدا انها مخطوفه، وانا مصممه انها مخطوفه، ومصممه ان لازم يكون هناك اجراء امني تجاه الولد ده، عشان احنا بنقول للدنيا كلها دلوقتي يا جماعه اي ولد ياخد بنت عندها 16 سنه يكتب بيها ورقه ويقول اتجوزتها وخلاص شكرا، ولا ابوها ولا امها ولا اي حد. لا مش ده القانون، الراجل ده لازم يعاقب، لازم يعاقب. طب ورينا كده، ورينا ابوها وامها كانوا عاملين عليها ازاي. مش انا ادفعيه؟ راح شعور امك، راح شعور ام يا بني، اعمل ايه يا بني؟ ده اروح فين انا؟ اروح فين؟ قلبي وجعني، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في ليلة رجل في مشيان بنت، ليلة رجل يا ولد، حسبنا الله ونعم الوكيل. في صدف في ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا زعلناك يا دينا، ليه تعملي فينا كده يا دينا؟ انا كنت مشيت برضاك يا دينا، التلفونات بتقول لنا مشيت برضاك يا دين، حرام عليك يا دين، ارجع لامك وابوك، ابوك وامك يا دين، عمر ما فرطت فيك يا دين، حرام عليك يا دين، حرام عليك يا دين، انا كنت مشيت برضاك، حرام عليك، حرام عليك يا اما، ليه تعملي فينا كده؟ ليه تمشي مع واحد هايف؟ ليه يا اما؟ لا الشيخ صبري عبادة ما بيقولش ان حرام عليها، بيقول ان يعني عادي. هيخش لك بقى التسامح، التوبه. توبه فين؟ هي ما رجعتش عن اللي عملته، هي ما رجعتش قالت انا غلطانه ولا انا ندمانه. جيبوني بقى بكره تطلع تقول انا غلطانه ولا انا ندمانه عشان انا قلت الكلمتين دول. غلط اللي حصل ده كله، غلط، واللي بيحصل غلط، واللي هيحصل غلط غلط. لو تعرفوا تجيبوا ابوها، بس مش هاجرؤ يطلع على التليفون. لا ما هو فلاش باك بتاعه هنعمل بيه ايه؟ ما الناس عارفه انه قاعد يقول بنتي وما اتخطفتش واتاخدت واتخطفت، وهو هيرحب دلوقتي باللي خطفوها بكره وهيسلم عليهم ويحط ايدي في ايديهم وكل حاجه. طب كان في تليفون من الشرقيه لسه ولا ايه؟ ايه؟ ابو شميس. الو السلام عليكم يا مريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ منوره الدنيا. ربنا يخليك.
هتسمعيني ونسمع بعضينا ولا تقطعي الخط وتقولي لي انا بشكرك جدا؟ لا لو حاجه ما عجبتنيش هقول لك اشكرك جدا وهقطع الخط. لا 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 هتكلم في نطاق الموضوع وانا مش راجل. طيب ما انت بتديها ان انا هقطع الخط يبقى انت عارف انك هتقول حاجه مش لا لا مش هقول حاجه وحشه والله ولا ارض اقول حاجه وحشه عشان ما لوش. طيب حضرتك احنا فاتحين التليفونات عشان نسمع حضرتك، احنا هنقطع الخط في حين ان حضرتك هت اصل انت قلتي خلينا نبداها خطوه خطوه. انا زعلت من الراجل اللي هو طلع في احد البرامج، وزعلت من الراجل اللي هو كان جايبه زي محامي او كده واحد. انا ما اتكلمتش عن البرامج، انا ما شفتش برامج خالص. المهم لا مش المهم ايه، انا بتكلم عن حاجه انا ما اقولهاش مش عارف. امال شفت الشيخ صبري ازاي؟ شفتيه حضرتك؟ لا الشيخ صبري انا سمعت من اهل البلد ان هو رايح عشان لا ده هو كان ده هو كان في البرنامج حضرتك على لا انا ما بشوفش برامج، ما اتفرجش على التلفزيون خالص. تمام حضرتك ما اختلفناش، اعتبري حضرتك ما تشوفيش برامج. هو انت بتتكلم عشان انت مش كنت من التليفون ده من قبل عشان الجريمه اللي فاتت؟ اه والله. ايوه ما انت بتتكلم دلوقتي في ايه؟ انا بص 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 يا استاذ ريان مش انا اجيبها لك واحده واحده. انا زعلت منه لانه قال لك البرامج اللي بتعمل موسيقى واتكلم على البرنامج بتاع حضرتك. مين اللي اتكلم على يعني قال لك البرامج اللي بتعمل وكلام من ده؟ مين هو مين هو في البرنامج بتاعه اللي جابوه واتكلموا وقالوا ده البنت مش البنت اسمه ايه اللي قال على البرنامج بتاعي حضرتك؟ ابقى مرتب كده. قريب قريب العيله اللي هو خطفت البنت او حاجه زي كده او اه واحد يعني اتكلم على برنامجنا. اه بقول ان البرنامج اللي بيجيب موسيقى وبهلل وبهيج الشعب وبهيج الدنيا ده انا ضده في ان هو مثلا يتكلم على برنامج حضرتك. طب يمكن انا بقى بس لا يمكن مش قصده على برنامج حضرتك، انا بقى انا بخدم الشعب ما بولعش الشعب. تمام ربنا يكرمك. اكيد قصده على برنامج تاني اللي بيولع بالناس. انت عارفه ان انت ان احنا بنحبك لله في لله يعني. انا عايز اعرف بس الغرض ايه من الحديث، هتتكلم على الحاله دي ولا هتتكلم عن الجريمه اللي فاتت؟ لا عن الحاله دي بصفه ان انا واحد من المركز ده او من من طيب. القريه ماشي. انت قلت حضرتك عيب عليكم اهل الشرقيه. هو حضرتك كل اهل الشرقيه زي البنت دي؟ وبعدين انا هقول لحضرتك على حاجه، الراجل اول حاجه لما قعد قال لك انا بختصم الرائد محمد عبد الغفار رئيس المباحث، وبختصم مامور المركز العميد محمد، وبختصم فلان، وبختصم اختصم الضباط، وانت النهارده جاي تقول مدير الامن الشرقيه. الاثنين بيحبوا بعض وخدوا بعض، مال مدير الامن ومال رئيس المباحث ومال الدنيا كلها، قبلها باسبوعين ثلاثه. انا مش عارفه انت بتتكلم في ايه. ما انا بقول لك بتتكلم لما قالوا ان الان سعيد بتشرب شيشه احنا صدقنا زي ما انت بتقولي. لا انا بشرب شيشه على فكره وبشرب. ما انا بقول لك انت عماله تخبطي في ضباط المباحث اللي ما بيناموش طول الليل، وهو برضه في القاهره والناس يخبط في ضباط المباحث. انا بخبط في ضباط المباحث؟ ما انت بتقولي. طب اقفل السكه بقى اقطع عليه الخط. ده مين ده؟ ده من عندهم طبعا، ده مزقوق طبعا. مين اللي امبارح شاكرين ضباط المباحث وقايلين رئيس مباحث منتزه اول واهلا وسهلا؟ انا قلت ضباط مباحث دلوقتي؟ طب عيب اللي هيحصل، وعيب ان البنت تتجوز بالطريقه دي وهي متجوزه من ورا ابوها وامها، وعيب 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 وغلط. موسيقتك بقى ولا محاميك ولا معرفش انت مين مزقوق علينا منين؟ ما مش فاهمه الناس دي. قال لك رئيس المباحث، لا البرنامج، لا الموسيقى، لا الشيشه، لا المخدرات، لا البتاع. انا هجيب شيشه معايا المره الجايه. مين اللي معانا؟ اسلام اهلا بيك، اهل اسكندريه اهلا بيك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله انا مصري وفخور ان حضرتك مصريه، يعني احنا بنفتخر بحضرتك، يعني انت ما تزعليش نفسك على الكلام اللي اتقال. لا مش هزعل نفسي لا بجد والله احنا مصر بتفتخر بيكي بجد والله العظيم. حضرتك انا هقول لك حاجه بتاع حضرتك. بيبقى في ناس تبع ناس. صح عندك حق. بتتكلم في برامج تقول كلمتين عشان تعمل. لا لا فعلا صح حضرتك عندك حق والله، انت واجهه مشرفه لمصر والمصريين. والله مش عايزه ولا ابقى واجهه انا لا اعرفك ولا اعرفه، بس يعني ما تحرقيش دمك يعني. ايه مش سهله. انا حرقت، ده هو اللي محروق دمه وبيزعق وبيحكي. ما تجيبه لنا على التليفون تاني. بصي اقول لحضرتك بس على حاجه، كان ليا بس ثلاث نقط كده. اول حاجه انا بشكر استاذ احمد اللي من القليوبيه اللي شكر في اهل اسكندريه طبعا، وعايز اقول له ان مش كل اهل اسكندريه زي ما هو قال يعني، وشكرا ليه وميرسي لحضرتك. ما انا رديت عليه برده قلت له انا بقول لحضرتك ميرسي جدا ليك انت يعني. تاني حاجة أنا معاكي في موضوع المبادرة في موضوع الجواز العرفي زي ما قلتي، فعلا أنا معاكي بنسبة 1000000% يعني، وكل وأي حد جدع متهيألي يعني يبقى معاكي في موضوع زي دوت يعني، اللي حضرتك تعملي مبادرة وكل القنوات يعني. لا يعني أنت إيه رأيك في إن بنت فجأة أهلها ما يلاقوهاش وفجأة تغيب عنهم؟ بصي حضرتك هو يعني هو مش أنا بس، هو أي حد شايف الحالة بتاع حضرتك أكيد عارف الموضوع يعني، ما مش أنا بس يعني والله. يعني هي حاجة ما ترضيش أي حد؟ أكيد طبعا، ما أنا بقول لحضرتك أكيد أنا والناس اللي بتتفرج على حضرتك أي حد محترم أكيد مش هيرضيه الوضع دوت يعني.
تالت حاجة بس عشان ما انساش، كنت بقول لحضرتك على موضوع الحادثة دوت، يعني أنا ليا تعقيب بس صغير يعني. طيب. أصل هو أستاذ أحمد كان بيتكلم ويقول إن هو هو اللي اترمى وكده. أولا يعني إحنا بنثق جدا في موضوع يعني النيابة هي برأيتهم. تاني حاجة يعني لو هو فعلا زي ما قال أستاذ أحمد إن هو اترمى، يعني كان أقل حاجة يعني أول كلمة هيقولها أول ما حد يجيله إن أنا فلان اللي قتلني، يعني دي حاجة بالعقل يعني. وبعدين ده طبعا حاجة طبعا حاشا لله اللي أنا كنت بقول هو عمل أو هو ما عملش، بس أنا بقول من الواضح يعني، أو من أنا بتفرج على الحلقة وبقول ده الواضح يعني. أكيد يعني لو كان هو اترمى أو لو كان حد عمل له حاجة أو لو كان حد كان هو أول ما كان فيه الروح زي ما حضرتك بتقولي كان اتكلم، ومامته كانت بتتكلم دلوقتي أو أخته كانت بتتكلم وتقول إن أنا شفته ومات على إيديا، يعني كان فيه الروح، كان قال لها فلان عمل معايا كذا او فلان عمل معايا كذا. ممكن حد يبقى صاحي بس مش عارف يتكلم يعني. ما هو مش عايز يتكلم، بس في الوضع ده هيتكلم اقل ما فيها هيقول، يعني هيقول مثلا فلان رماني، فلان عملني. هو دليل ان هو قال انا عايز ربنا يسامحني. هو اللي خلى، لا احنا ما شفناش حاجه، لكن انا اللي بقوله ان المواضيع لما بيبقى فيها عك بتنتهي بعك، ايا كان بقى هو اترمى، هو شرب ورمى نفسه. فعلا عك في عك بيوصل في الاخر لنهايه مش لطيفه. فعلا صح. انا بشكرك ربنا جدا. ربنا يخليكي لينا يا فندم، ومساعدك تزعلي نفسك يعني من اللي حصل. إيه؟ والله انت واجهه مشرفه لمصر والمصريين كلهم والله العظيم. انا اقسم بالله بقى يعني انا بتبسط لما بفتح التلفزيون وبجيب حضرتك يعني. ربنا يخليك، انا بشكرك جدا جدا. ما تجيبوا لنا الاستاذ اللي فات ده شويه. لا خالص، انا هقول له بس كلمه واحده والله وعد. رويده من اسكندريه، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا مدام ريهام، معاكي مدام رودينا الطويل اعلاميه بالتلفزيون السعودي ومن اسكندريه. اهلا بحييكي طبعا. بصي انا عارفه طبعا وقت الهوا بيبقى قليل قوي، فانا هنجز معاكي. المفترض انك رايحه تحققي في الحاله دي، لان الناس دي استغاثت بيكي. مع الاعتبار طبعا ان حضرتك دورك رائع وانا قد ايه بحترمك، بس انا عايزه اقول كلمتين. انت من نظره كونك اعلاميه كونك شايفه، انت شايفه الوسط اللي بتتعاملي معاه، سواء دول ولا جريمه قتل بالمنظر ده، البيئه اللي هم طالعين فيها، الولد نفسه اللي بيكلمك وبيهاجم الشرطه او بيدافع عن اخته او ايا كان، الولد شكله حتى لسانه تقيل يا الله، يعني شكله باين ان هو متعاطي حاجه، فانت معاهم كانك بتحاربي في طواحين الهوا. كل هو بيهاجم الشرطة أو أي حد بيخش عليكي ويقول لك الشرطة وما الشرطة، يا جماعة افهموا الشرطة الاسم، وبالذات على فكرة منتدى أول أنا ليا تعاملات معاهم، ناس محترمة جدا. لا احنا لسه شاكرين، احنا لسه امبارح شاكرين اسم منتدى أول. لا أنا عارفة مش عشان حاجة، عشان امبارح هم ما ناموش غير لما قبضوا على قاتل بايع الخمور وكده. لكن الناس هقول لحضرتك حاجة، لما ما بتاخدش حقها أو مش ما بتاخدش حقها، ابنها مات ما ينفعش. ايوه دافع عن ابنك، دافع وانت دافع عن اختك، بس تعالى للموضوع. المباحث البوليس بيجيب التحريات والقاتل والكلام ده كله بيسلم النيابه، اما بقى بالنسبه للتقارير والكلام ده كله ده مش شغل ضباط الشرطه، وانت عارفه كويس قوي والدنيا كلها عارفه ان ممكن، مش هقول لك بقى في المستشفى ولا رئيس مش عارفه ايه، اي ممرض اي تمرجي اي واحد قاعد على اله كاتبه ممكن ب 50 جنيه يزور لك تقرير ويشيل جريرك ده. طيب حضرتك عارفه، ونتكلم ونقول شرطه وما شرطه والكلام ده. وبعدين هم عايزين منك ايه؟ يعني اذا انت اتكلمتي وقفتي وقفه حلوه ووقفه صح، بقيتي انسانه غاويه، شو غاويه وغاويه وغاويه، جريتي تعملي عمل خير برضه وبتجري في قلبه وكبده ومخه وبتاع، بقيتي برضه عايزه شو؟ طيب اللي هم عايزينه ايه؟ انا على فكره يا فندم هقول لحضرتك حاجه، بما ان حضرتك اعلاميه، هو اسمه شو، هو تي في شو. اوكي انا يعني صبايا از تي في شو، اخر النهار از تي في شو، عرب ايدل از تي في شو. انت انسانه محترمه جدا وبتجيبي من الاخر. هو يعني شو يعني، عايز اقول ان حضرتك بتتفرجي على التلفزيون عشان هو شو، هو بس جهل يعني. هو لما الناس بتقول كده انت جايه تعملي مثلا شو اعلامي، دي كلمه جهل. لا انا قصدي اقول لحضرتك اسكندريه، وفاهمه الحته اللي انت رحتيها دي حته بشعه على فكره، يعني كويس انك طلعتي منها سليمه، هي دي ثقافتهم. بس انا ليا رجاء في الاخر عشان ما اطولش عليكي، في حاله بنت اسمها ربا من التجمع الخامس، البنت دي اتسحلت بالعربيه رايحين لار. رايحين لار. ارجوكي يا مدام ريهام، انا ما اعرفهاش، بس انا بكرة عشان اسكندريه بحاول ان انا ايه الحالات اللي زي دي بتابعها. رايحين لها بكره، وانا عارفه ان قدها وقدود. بشكر حضرتك جدا جدا. عايزه اقول لكم حكايه شو دي، عشان كنا النهارده برضو بنغطي حاجه الصبح، قال لك ايه جايه تعمل شو اعلامي.
انت دي كلمة انت حافظها ولا حد قالها لك ولا شفتها مثلا في حتة ولا في مكان ولا كده؟ هو يعني ايه شو اعلامي؟ هو على فكرة هو البرامج دي اسمها شو، شو انك تشوف شو. يعني انا لو ما قدمتلكش الحلقة دي كتي في شو مش هتشوفه، مش هتشوف البرنامج. هو اخر النهار تي في شو، ده تي في شو، اس ان ال تي في شو، ابلا فاهيتا تي في شو، شو في شو بقى كوميدي، في شو اجتماعي، في شو سياسي، في شو، هو شو. من هو التلفزيون ايه؟ انت قصدكوا شو اعلامي اني اطلع يعني اعمل بروباجندا وانا مش مؤمنة بيها؟ يعني على فكرة مش كل قضية هغطيها هبقى مؤمنة بيها، لان انا ما ببقاش عارف الحقيقة. يعني انا بقدم لك قصة تتفرج عليها وتشوفها منها تفهم تفكر تستوعب حاجات كتير قوي. يعني انت لما شفت الجريمة اللي فاتت دي شفت فكرت وهتقول لا ده هم دول اللي غلطانين، لا ده هم مش دول اللي غلطانين. بقيت تعرف تعلم ان بلاش حكاية الجواز العرفي، ان البرشام والسكر ده ممكن يخليك تقع من الدور الرابع، ان يعني مليون حاجة. فبيبقى في غرض من ده، زائد ان فيها جزء انترتينمنت اللي هو جزء التسلية، انك بتتفرج على برنامج تتسلى. لكن في برامج للتسلية فقط وفي برامج للتسلية وخدمية، وانا عندي الشرف ان يكون انا بسلي وببكي وبضحك وبخدم، ويمكن بخدم الاول. يعني ببقى عايزة احل في الاخر، إذا كان علاج، إذا كان عودة حق، إذا كان، عمري ما كان الغرض هجوم، أو عمري ما كان، يعني اللي طلع يقول لي برنامج، أنا ما بتفرجش على برامج، هو أنا بقعد في البيت إمتى حضرتك عشان أتفرج على برامج؟ برامج إيه اللي بتفرج عليها؟ وبعدين مع كل الإحترام، البرامج اللي بتتكلم في نفس مواضيعنا دي برامج جت بعدينا بكتير قوي، يعني إحنا هم ممكن يتفرجوا علينا، لكن إحنا مش هنتفرج على حد.